هلا والله حياكم. حنكمل اليوم مشوارنا في دارك سولز 3. طبعا هو المفروض ان نكمل في الدنجن ايريثل دنجن السجن حقهم، بس ذكرت ان هالمكان في ان هنا ما استكشفناه كامل، لان وانا ارجع طبعا بتلاحظ عندي تقريبا 105 ألف سول، لان كنت قاعد احوس في ايريثل اشوف الاماكن اللي ما استكشفناها. لقط كم من ايتم، اكتشفت كم من مكان، بس ما ادري شلون من التفهية ما جيت هنا. ف لما شفت ان هذا اقدر اسحب الليفر او الميكانيزم هذا، فقلت بسجل. فهذا الحين بنكمل بنشوف وين بودينا هالمكان. ما ادري شلون فاتني اول مرة. تفهي وما تسوي. اوكي، الطريق طريقين بس ما يوصلون مكان. ها شلون في مسج كذا على الهواء؟ Time for confidence to speak to hidden path ahead. Okay. في بونفاير هناك. عجيب. بونفاير وفي مسج، يعني المكان يوصل له. بعصر المسج هذا اللي واقفه في الهواء. سالفتها. اوكي، هذا هذه تشيرش شكلها. هذه تشيرش اوف يورشكا. كان في موسى في صعده فوق ما قدرنا نسوي شيء. تاور، هذا هو التاور، يعني نقدر ننزل لتحت. والسؤال يستح نفسه، شلون؟ قاعد يقول في هيدن باث انك تقدر تمشي. صراحة ما ابي اخاطر. دقيقة، خلينا نشوف اذا عندنا ساكرفايس رينج. بنجرب. اي عندنا واحد. يلا. اوكي، انا بمشي، بحاول امشي للمسج اللي في الهواء. ووب وات، وش ذا بق ولا ايش السالفه الحين؟ من اصل القصه هير. اوكي، وبعدين شلون اوصل؟ كمل سيده سيده. لا 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 سيدة سيدة. ما كأني شوية لفيت غلط. دقيقة، في ال traditional way. عسى بس عندي ما بعتهم، عندي 10 بس، لأن في نفس هالطقة في الجزء الأول بعد. فاش تسوي؟ ترمي، توقف، ترمي، توقف. باقي بس شوي. ترمي، اوكي، توقف. ترمي، اوكي. بعده في ارضية، وهذه اذا ما في ارضية بتطيح لتحت. اوكي، في ارضية. قريب قربنا. اوكي، في ارضية. لا لا، ليه كذا؟ ما اقدر امشي كذا. لحظة. لا تقول لي لا تطيح. زين، هنا في ارضية. في ارضية. طيب اوكي، عرفنا، يعني هي صاير زي المسار. اوكي، صاير زي الهيدن وول. ايوه، اوكي. بليز دونت فول. اوكي، شت خلصوا.
اوه اول شيء اول شيء، اوه 10 بس كفوا على الاخير. يا كان في الجزء الاول. شوف شلون الافكت حق الانارة حقتهم في الجزء الاول، كان فيها من نفس الشيء كذا مكان، وكان باستخدامها البريزم ستون الصخر تقدر تشوف الطريق. انترستنج. بس طيب مو مشكلة، خلينا نشوف هذه ايش سالفتها. على طول اول ما اشوفها تذكرني بشخصية كانت موجودة بالجزء الاول. شو اسمها؟ كانت موجودة في زي البينتينج، تحاربها، تقدر تحاربها وتقدر ما تحاربها. فيجنز اوف لاف. اوكي واحد معجب. نفس الشيء كانت، بس انها كانت اكبر، وكان بس انها نفس الستايل وجه. وانا اقول لك ليش انا شبهت على هذيك، لان هذيك كان بعد عندها ديل، وهذه صايره نص نص. خلينا نشوف قبل ما يا هذه نزلت يوروشكا، تشيرتش اوف يوروشكا، ما ادري يوروشكا. طيب ما في شيء ثاني، خلينا نكملها شوف ايش سالفتها. كملها كلمها. Name thyself, stranger. I am Yorshka. Oh, how the Yorshka? Captain of the Dark Moon Knights. Aha. What beckoned thee to such a place? Perform Dark Moon loyalty, do nothing. Okay. Thou thinkst too. Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Oof. Fair to mention, Allah. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Interesting. Gwen and Guinevere, طبعا هذا من الجزء الأول. The Dark Moon, the only knight of our company. The only knight of our company. Swear this oath, and face thy solemn duty. نقدر نكلمها. Good blade of the Dark Moon, welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Offer proof of concord kept. Talk. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Yeah, هذا أول واحد. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. Interesting, okay. May I pose thee a question? This tower, this prison, stands tall and solitary, the contraption bridging its lower reaches long unmoving. So, by what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? This path. Or other winged thing? Yes, I can fly. No, I cannot fly. No, of course not. Forgive my prying. Think no more on mine asking. I'm ashamed to say I know very little of anything. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, now the fire is linked by the such is the will, but long ago only its cover Erdem taketh. طيب. Off so soon. May the Dark Moon watch over thee.
قالت بريزم يعني انها محبوسة هنا. طبعا هو رئيس المنطقة اللي هو اللي ذبحناه اتوقع اللي هو بونتيف سلفن، هل هو اللي حابسها؟ ويا هذه هل انها من العيلة العيلة هي اللي هو من الجزء الاول العيلة المالكة اللي كانوا كانهم آلهة، وهم اول ابوهم اللي هو جوين هو اللي اول واحد سوى لينكينج للفاير. طيب السؤال اللي يفتح نفسه الحين، في فايدة ان ننزل ولا لا؟ في ايتم ساعتكم؟ في ايتم ايه ها يلا في ايتم بس واحد لازم، او في اكثر من ايتم بعد. هذا واحد Painting Guardians Carved Sword. هذي تونا قاعد أقول إنها كانت رسمة اللي ذكرتني بهذي. شو اسمه؟ بارسيلا الظاهر اسمه بارسيلا. يا كانت نفس الشيء. وين الايتم هذا؟ هنا. أوب. ننزل هنا. Painting Guardian نفس الشيء. يا نفس اللبس كان. بحد هذه اللي هم المبات اللي كانوا يحرسون الرسمة اللي فيها تدخلوا فيها عالم ثاني. طيب في دم. طيب ما اتوقع هذه النزلة. ايوه بس ما في ايتم ثاني في شكله. خلاص بس هالشيئين. لسه في دم. بس لحظة في واحد جاء هناك يمكن من الشباك. يا شكله من الشباك، نور من الشباك. طيب هذه اتوقع نزلة هنا. اوبس راح الرنج. على العموم شكله اخذنا كل شيء، فخلينا نرجع لنفس المكان. يلا بابا يلا. طيب ترافل الى بونتيف سلفن. خلينا نصعد لنفس التاور، لان ما عادة هي التاور هذه تصعد وتنزل. احنا نزلناها بس ما رجعنا صعدناها، يعني احتمال في اي في هم بعد طريق ثاني اذا صعدناها. فخلنا نرجع لها. من هنا روح سريع سريع، ما احتاج حتى قاعد تصفي مبات ولا شيء. شغالين قصف. طيب هذا على اساس نعديه وما يحس علينا. شغل الخطوات الخفية على قولتهم. عدي هذا عدي هذا ونرجع الى وين ما بدينا. صح صح ما حركنا، نجزنا في ذاك المكان السيكرت. اوكي يعني شخصية اضافية وكوفننت. هذا هم بعد المكان بالضبط موجود في الجزء الاول. احنا قاعد الحين قاعد نتمشى في انقاض عاصمة الجزء الاول. يا لوندور هذا
شكله يودي له شيء. اسمع صوت الهواء. أوه لحظة شوف. أنا شفت إيه شفت وأنا حوس شفت هالمكان استغربت. ما يعني حاطينه كذا يعني مو مبين عليه إنه مكان بس كذا زينة يعني. وهذا الحين صار عندك هالمكان. وهذا إذا ما كنت غلطان. احتمال مرين عليه لأن إحنا جينا من هنا. هذا الجسر قاعد احاول اتذكر وش الاماكن. ما لا ما اتوقع هذه والله ما قاعد طولنا مع اهل اللعبه ف متاكد بالضبط بس احتمال ان هذا انا متاكد ان هذا ما رحنا له. هذا شيء ما رحنا له المنطقه. اتوقع احتمال نروح لها بعدين بس هذه احتمال ان مرينا عليها. اوكي في نايتس قاعد تمشون سيلفر سهلين اور اوكي هذه اور لاندو ذس بليس اجين صح يس ذس بليس اجين الجزء الاول بون فاير. ما ذكر التصميم كان كذا. طبعا هو يعني آلاف السنين مرت اهلا وسهلا اكيد يتغير شوي. واو عد خوش مسافه. كان اسمع صوت واحد ثاني. يب خلاص اجي خلص منك بسرعه قبل ما يجي الثاني. اوكي افا افا في توقيت. قاعد اجيب العيد. شوف خليته يضربني بعد. ايوه من اول. باد فايت. لارج نايس. يبيلها تطور السلاح. اودي خاطر اكثر لان اوف هذا عيونه تولع. هذا سبيشل ايتم لارج. اتذكر ما كنت غلطان هنا مفروض انه في جاينت حداد بلاك سميث. افا لقى حتفه فيجنز اوف سادنس. ايه هذا كان موجود في الجزء الاول نو فرندشيب اهيد. اوكي فريند اهيد. فريند يا كان هذا كان بلاك سميث حداد في الجزء الاول وكان يسوي يعطيك اسلحه سبيشل. هذا جاينت سكول. احتمال هذا رد نعطيها حق اندري في البيس. والله نقدر نصعد نعطيها اندري في البيس. و خراب صاير المكان. ما ادري نفتح البيبان. اتوقع البيبان الكبار اذا نفتحهم كان الله شعب الله. هذا كله اوكي قاعد اقول هالخراب. هذا كله بقايا الدرج. الدرج جاء هنا اجل يعني عفس الدنيا. هذا شوف بيبي الدرجز جونيور.
جاء ألدرت شنع عفس الدنيا يعني. يعني أنا قاعد أقول اسمع هالصوت. المفروض هنا في باب. مسكر. هنا في قصف. في ايتم. ناخذ الايتم. مو شيء سمثينج ارو اسهم. ما في شيء يضربني لان سولز واجد حرامات عليهم هذه بالراحة 2 levels up 3. اخذنا ايتم من الساعة كنا كان اسهم او لا اسهم 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 وين الاسهم ايه moonlight arrow magical arrows said to have been used by the dark moon knights imbued with silver light these arrows inflict magic damage interesting. This is that long ago, the god of the dark moon, Gwendolyn, wielded these arrows with. Okay, yeah, صح. وغوندلين كنت تحاربه اللي هو في الممر طويل اللي في المكان لآخر الممر في هالجزء إحنا سوينا المصيبة ذيك وقتلنا ذيك أنري وأخذنا الدارك سيجلز تبعينها تبعت الدارك سيجلز حقينها بس. هو نفس هذا كان الممر في الجزء الأول مكان حق بوس وكان نفس الشيء كذا يرجع لورا ويرمي عليك بسهم فيا هذا الحين regarding that boss هذا قاعد يتكلمون عن نفس البوس. طيب أنا أقول إيش ناخذ راحتنا نرجع ولا لحظة باقي 22 دقيقة يعني باقي 8 دقائق. تصميم ممر خايس. طيب عدي من الاول عدي اوكي افا بروف هذا حق الكوفننت. طيب تأكد بس انه وما شكله كان بوس لان كان بوس ما تقدر تتخلى من اكثر من جهه. طيب هيومن ديرك هاي شايفينه من قبل هذا هيومن ديرك دريك او شيء من قبيل صح؟ لا ايه وينه؟ بروف اوف ديوتي في حق الالدرز فيث فول اوكي. في حس علي؟ اوف طيب شكل المكان يعني ما بقى الا طيب اوكي احنا اذا كان يجي يصيهم مستان من الفاير لحظة 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 توني اقول في صوت شيء الحق 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 لا يحوش هذا من الوحوش اللي كانوا في الديب. طيب عرفنا ايش الموضوع عجل زين ما صعد والله كانت بتصير نكبه اسمع خطوات غريبه قاعد اقول ما خبرنا طلعوا صوت خطوات الالدرتشز جونيور البيبي الدرتشز لا لا طلع واحد من هالزفت هذيلي اللي حاربناهم من قبل
اوكي ما بضيع وقت معاك، معاي 113,000 روح الافضل وارجع لك خذ راحتي. بس يعني هذا اول ما نفتح الباب يقابلنا اجل، يعني لو نفتح الباب الرئيسي من تحت. خلنا نرجع من مكان ما جينا. انترستنج، بس تصدق يعني تسوى انك تجي من فوق تصفي شوية ديكنز وعساس انك تاخذ راحتك مع الموب هذاك. شوف بس ما في شيء، روح من جهة ثانية. هذا العيون تولع. شوف وين وين يلف. ما في لك ولا خذ. اي قوي قوي، بس يصير له استاذ. لا 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 هالسرعة. لا ترى اتشارت الهواء قاعد يعطي مود انك مرتفع، كان ارتفاع شنيع صوت الرياح. اوكي في ايتم هنا. لا هذه لا، طب انه هنا ما في شيء. باب ثاني. ما اذكر ايش كان في ورا هالباب في الجزء الاول، كان طريق عادي كان. طبعا اذا فتح او ايش، خلينا نشوف ينفتح اصلا ولا لا. اوبن اوكي ينفتح، سواء فتحه طلع لي. ما نجرب الفتحه، نجرب الفتحه. Locked by some contraption. اوكي يعني الطريق الوحيد هو عن طريق البلاك سميث، الجاينت بلاك سميث اللي هو الحداد. اوكي خلاص الفيديو بينتهي، بس بنروح للشراين اول شيء، لان راح بنلفل، بس راح يكون اول مره نرجع للشراين بعد ما سوينا المصيبه ذي، بعد ما سوينا ذيك الريتشول. فبنروح نكمل نكلم ذيك. وانا هي هنا الظاهر، هنا هي هذه. Ah, our lord and liege. I presume my holy vows are sworn. Wonderful. Now thou art the true and deserving Lord of Hollows. With a spouse, the strength to claim the fire is thine. Claim the fire. Thy lordship, I prithee wrest the fire from its mantle. Okay. I, Uria, and all Londor embrace thy impending lordship. ما قالت لينك، ولا ان مثلا الجزء الاول عندك خيارين، يا يعني انك تسوي لينك للفاير ويكتم وتكمل عصر الفاير وعصر اللايت،
او انك تهد المنطقة وما تسوي لينك للفاير ويبدأ عصر تموت الفاير ويبدأ عصر الدارك. فهذه قاعد لا تقول لي لا لينك ولا ليف، ها قاعد تقول كليم انك تاخذ الفاير لك لنفسك. فهل معناها انه احتمال ان هالجزء في ثلاث نهايات؟ يمكن. والجزء الاول كان في نهايتين، كان يعني مثل كان اخر الشيء قرار اللي تسويه في النهاية هو اللي أثر على النهاية. يعني انك تسوي لينك الفليم او انك تطلع من الغرفة ويصير يبدأ عصر الدارك. هذه هنا قاعد تقول كليم، اخذ النار، يعني شيء جديد هذا. Our Lord and Liege, I prithee play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more, and the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. عجيب. أول شيء يوسيربر معناها اللي يقلب الحكم، اللي المنقلب، اللي ينقلب على الحكم. فهو قاعد تقول لك إن الأيج أوف فليم هذا كل الأولد جادز اللي هو جوين وجويندولين وهذيلي وجوينيفير، العيلة اللي كانت موجودة في الجزء الأول هم اللي حموا النار وكملوا. جوين رحب بنفسه عشان انه يكمل، سوى لينك للفليم عشان انه يكمل عهد النار. فتقول لك الحين ان هذا العهد خلاص ولا، فلما يجي وقت انك يو لينك ذا فاير لا تسوي لها لينك، اخذها. وهذا الشيء الجديد يعني في القصة الحين. Oh Lord and Liege, I prithee play the usurper. When the moment cometh to link the fire, rest it from its mantle. أخذها. أخذ النار. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more, and the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Be safe, I prithee rest the flame from its mantle. Interesting. طيب اول شيء بنروح نعطيه الجاينت امبر. جاينت well man, just good to see you in good health. What needs smithing this day? Give call. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger writer. Oh, my thanks. I'll be sure this coal is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. صار شي سوي الحين. ايه الاوبشنز اكثر صار حق الانفيوزنج. لايتنينج هذه جديد. كايوس يمكن. طيب وانا هالاشياء ما تعجبني ليش؟ لان تلاحظ تحت تشيل من السلاح البونس اللي يعطيك حسب اذا سترينث ولا دكستريتي. يعني اوكي في بعض الاشياء ما تشيل مثل هذه الريفايند، بس انها تقلل الدامج ولا ترفع الدامج ما ادري والله. المهم يا يعني في اشياء هذا سمبل جيم، هذا يعطيك خلينا نشوف مثلا سلاحنا احنا الحين هيفي جيم تسوي سترينج، يعطيك بونس على سترينج. اوكي نقدر ناخذ هذه.
بنخسر تقريبا 11 لكن بنستفيد. اوكي this is interesting. نقدر نسوي نخلي السلاح شارب او ريفايند بعد ما يمنع. هذا يعطي بونس زيادة ريفايند. هذا يخليه ايه ماجيك سي سي دي. اوف وهذا كيوس خليه واو. اوكي شيء ما طبيت ما تبحرت فيه واجد. اديشنال ايتمز ريكوير تايتانايت تشانك. والله يمكن اخليه ريفايند. سو شي خلنا نروح او بعد صح جمعت كمية اش. Well met. نعطيها أمبر آش. في عندي ثلاثة آش. إيسترنر وهذا اللي هو اللص اللي كان تحت الثيف اللي مات. وهذه كانت جنبه بعد. Well, well, what warm Umber Ash have we here? It's as if thy fate were with death entwined. Note of me, thy business is thine own. As by now thou surely knowest, there is little I love more than a gratuity of souls. ماشي ضحكتك. ولعنا. يلا يلا. Okay. Gracious, passing fine ash thou'st given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. لازم تضحك. لازم تضحك على المجنون. Gracious, passing. Let this. I only hope. أشوف شو اللي صار عنده جديد. أوكي رصت. أمبرز. اوه صارت تبيع لارج تايتانايت شارد. انترستنج صدق غاليه بس انها صارت تبيعهم يعني مو بعدد محدود يعني كا توينكلينج وتايتانايت سكيل. اوف يعني اذا عندك كم سلاح تبي تلفله لفل تجي تشتري من هنا. لوتريك نايت جريت سورد. كنا مسع بونت اوف اوكي بونت اوف نايت السلاح حقهم. هذا اوريدي شرينا الست حق ال اليت نايت ارمر. اوكي حق شو اسمها المسكينه اللي ذبحناها انري الست حقها. بعدين في هيلم اوف فيفر بريسوفر. هذا كان شخصية في الجزء الأول كان لابس اللبس. هم بريس نايت سبايت افكشن اوف جادس فينا درفت لسيما اسوليشن only his faith is in the love the goddess remains true also the right. اوكي قاعد اتكلم عن هذا الست الجزء الأول. هذا هم موجود في الجزء الأول على اساس انه جاي من الشرق ايسترن هم. هذا كان موجود من قبل. اكسكيوشنر هيلم هورس هذا اللي هو اللي كان ما شغله اللي ينبح اللي مع انري شفناه ذبحناه الظاهر. اكسار ماسك سيج بيك هات. اوف صارت تبيع بعد دراجون ساير لايتنينج سورد دراجون ساير جريت سورد. انترستنج هم جريت سورد قصدي جريت اروز قاعد اقول سورد. يعني صار عندها اشياء واجد تبيع. انترستنج نجي لها بعدين. روح بس الله يا خش. ويلكم هوم اشن وان سبيك ذاين ابي لن تاتش ذا دارك تيك نورشمنت. اذا بنروح اذا بنحول لكن ذهبي ارفع هذه خليه 15
بعدين هذه مرة تين مرتين يا اوكي خلاص الفيديو والله صار 40 دقيقة راح نكمل في الفيديو الجاي بنكمل أورلاندو بنشوف ايش كبر المنطقة اذا انها كبيرة ولا لا طبعا بعدين في النهاية راح نروح للدنجز نكمل في الدنجز الى ذلك الحين يعطيكم العافية على المشاهدة لايك وسبسكرايب نشوفكم في الحلقة الجاية سلام